علي علماء ما كلش حسابي قاعنا مش حسابك هذا زعمل هو الهارات شما ما تقوليش قاعنا نورمال صرا دبزة نحن خامس مدون ناردو ما تخلقش قاع ويمشي نعم هكذا أكون مباشر دوكا مباشر خلاص السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيها الشباب، أيها الآباء، أيها الأبناء، أبناء الحي، نرحب بكم جميعًا في هذه الليلة المباركة، وليالي رمضان كلها ليال مباركات. وأول ما نستفتح به مجلسنا هذا قراءة آيات من كتاب الله عز وجل يقرأها علينا فضيلة الشيخ حمزة برمة، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن ياتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون.
إلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين جزا الله خيرا الشيخ حمزة ورد على هاته التلاوة الطيبة العطرة ونرحب من جديد بأبناء الحي شبابنا إخواننا في هذا المجلس المبارك مجلس الذكر اللي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. معي بجنبي أخينا الشيخ محمد فليسي حفظه الله تعالى ولمن لا يعرف الشيخ شيخ معروف بنشاطه ماشي فقط في المساجد بل في الأحياء الشيخ حفظه الله تعالى من الناس اللي يحب هو يروح للشباب يحب يقترب من الشباب أمنيته الكبيرة أنه يدخل حتى للسجون ويكلم الشباب فهو الشباب يحبهم ويحبوه بلا ما نطول عليكم نخليكم على شيخنا الفاضل محمد فليسي فليتفضل مشكورا مهجورا نسأل الله تعالى أن يوفقه وأن يسدده وأن يكون في عونه فليتفضل مشكورا مهجورا بإذن الله. الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار ومن حال أهل النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا فسهل أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد، أول سؤال نبدأ به هذه الجلسة المباركة وهو لماذا أنتم هنا؟ السؤال المطروح لماذا أنتم هنا؟ السؤال الثاني لماذا أو من الذي أتى بك إلى هنا؟ شكون اللي جايبك لهنا؟ نحيي شيخ الميكرو هذا نروح لها ساعه كيما حبيت نروح لها انا معليش واش منطقك انا مادا بين خلاص خلي لا خلاص تعالوا نجي لهنا يا خلاص باش يسمعوني خير معليش يا شيخ ماشي مشكله. قلنا شوف كل واحد فينا الآن لازم يبدأ يحس باللي إذا أنت راك قاعد الآن في هذا المجلس المبارك والله الذي لا إله غيره بإرادة الله، يعني ربي اللي خيرك، ربي هو الذي اختارك أن تكون من الجالسين في أي مجلس، في هذا المجلس تاع الخير، ومادام ربي خيرك باش ان شاء الله انت تكون من الجالسين والله باذن الله عز وجل قد فيك الخير، انت فيك الخير، لذلك اختارك الله عز وجل. اي واحد الان الا ويجعل له الله عز وجل سبب من الاسباب باش يرجع له،
سبب من الأسباب باش يرجع له. كاين اللي صار له حادث، كاين اللي صار له مصيبة، كاين اللي يموت باباه، كاين اللي تموت يماه، اللي يموت وليده، كاين اللي يمرض. كاين الناس نعرفهم تناولوا المخدرات دخلوا أوفردوز قريب مات، فلما فطن عودوا للتريق. فكانت المخدرات أو الأوفردوز هذه هي السبب في رجوعه إلى الله تبارك وتعالى، وأصبح من حفظة كتاب الله تبارك وتعالى. فأنت الآن، نحن الآن في شهر الانطلاقة، شهر البداية الجديدة. يقدم اليوم في هذا المجلس المبارك رح تولد من جديد، ورح تبدأ حياة جديدة. هذه الحياة فيها القرب من الله. أسمعني، أول شيء الله عز وجل يقول لك في الحديث القدسي: إذا تقرب إلي عبدي، يا ولد يا ولد بالعقل شوية، ياك صح وليدي، إذا تقرب إلي عبدي شبرا تقربت منه ذراعا، وإذا تقرب مني. شكون اللي يقول لك؟ شكون الحديث سمعتوه؟ ربي راه يقول لك ليك انت، يقول لك تقرب مني الشبر نتقرب منك ذراع، يقول لك تتقرب مني ذراع نتقرب منك باع. يقول لك: إذا أتاني عبدي يمشي أتيته هرولا، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. خلاص، الناس اللي عندهم مشاكل، هاي شكون ما عندوش مشاكل هنايا؟ أنا اللي معاكم قاع عندنا مشاكل، قاع رانا حابين نحققوا حوايج، قاع رانا حابين ندفعوا علينا سوء، قاع رانا حابين واحد المريض وحاب يبرى، الفقير وحاب يترفاه، الأعزب وحاب يتزوج، المديون وحاب يسدد الديون ديالو، المضغوط المهموم المكروب. ها هو الحل، نعطيكم الحل. قال الله عز وجل: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ربي تولي أنت عندك معرفة مع من؟ ماشي مع فلان وفلتان وهذا، لا 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 لا، أنت تولي عندك معرفة مع ربي. طلع راسك الاسماء، تولي أنت عندك معرفة مع ربي الذي يقول لك: لئن سألني لا أعطي الله. إلا قال لك ربي تسألني، معناتها ما كانش حاجة تعجزه. وش يجي في راسك تقول له؟ الله عز وجل يحققه لك. ولئن استعاذني لا أعيد الله، ما كان حتى واحد يقدر يضرك. إذن هيا ننطلقوا، هيا نفتحوا صفحة جديدة. أك حاب تولي، تريد أن ترجع إلى الله، تقول لي: مسح شيخ، بالك ربي ما يقبلنيش، بالك ربي ما يقبلنيش. علاش ربي ما يقبلكش؟ لانه في المعاملات البشريه تاعنا، كي تكون انت ما تهضرش مع واحد، كي تكون انت متخاصم مع واحد وتحب تطلب منه السماح، واش لازم؟ لازم نروحوا عند هذاك الثاني نقولوا له: يا ودي تسمح له، تقبل، خلاص ما كاش مشكل. قال: انت عندك مشكله مع هذا؟ ونجي نقول له، يقول لك: لا لا ما نسمحلوش، والله ما نسمحلو. خلاص هذا الانسان محكوم عليه بالاعدام. نبشرك واحد البشاره، شوف كي تولي لربي ربي شحال حيفرح بك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل بفلات انفلتت منه ناقته وعليها طعامه وشرابه. هذا الإنسان في الصحراء عنده جمل، الجمل دياله فيها الماء والماكلة دياله، هربت له الجمل دياله، هرب له، حتى أيس منها، يأس منها، خلاص ما قدرت، قال لك راح نموت. فاستظل تحت ظل شجرة، راح يتكسر تحت ظل شجرة باش يموت، خلاص ما كانش، راهو في الصحراء والجمل ديالو هرب. فاستظل تحت ظل شجرة وإذ بناقته فوق رأسه، الناقة ديالو فوق رأسه، شد ناض من شدة الفرحة، شد لها الخيطام ديالها اللي هو الحبل ديالها أو الخيطام ديالها، الحبيلة ديالها. وش قال؟ ما حتى تصوروا وش قال، على بكم وش قال؟ قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. كفر من شدة الفرحة، كفر
وربي لم يؤاخذه لأنه غلط مسكين من الفرحة. قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. النبي صلى الله عليه وسلم وش يقول لك؟ يقول لك لله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا بناقته. اشتهد شحال فرح بالناقة دياله. قال لك ربي يفرح بك أنت كي تتوب لله عز وجل أكثر من هذا بالجمل دياله. إذا كيفاش راح تلاقي ربي لو كان تلاقيه يوم القيامة وهو غضبان عنك؟ وش راح تقول له؟ تقول لك أنا يعني الحديث الذي كان بين يديك أنه كنت قادر نفرح بك أكثر من فرحي هذا بناقته. شكون أنت؟ شكون أنت باش راك واقف أأمن وليش؟ أأمن وليش؟ من وليش؟ كيف ستقابل ربك؟ إذن دير الخطوة، دير الخطوة إلى الله وستجد الله عز وجل مش يقبلك، يزيد يفرح بك، يفرح بك ويبدل سيئاتك حسنات، كما قال الله عز وجل في سورة الفرقان في وصف عباد الرحمن. شت عباد الرحمن لما كان يوصف ربي قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، إلى أن قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. معناتها السيئات تاعك راح يزيد يتبدل حسنات إذا تبت واقتربت من الله تبارك وتعالى. تقول لي مصح أنا درت بزاف ذنوب، وأنا درت ذنوب كبيرة وكثيرة بزاف، يعني درت بزاف ودرت حوايج كبار. نقول لك واحد الحاجة، على بالك الله عز وجل من أسمائه ماذا؟ من أسماء الله تبارك وتعالى الغفور، ومن أسمائه الغفار. ياخ تعرفوها هذه، تعرفوا بلي كاين الغفار وكاين الغفور، لكن السؤال ما هو الفرق بين الغفور والغفار؟ عبك شو الفرق بين الغفور والغفار؟ الفرق هو الجواب على المشكلة يا راك قلتها لي دوكا. وشنو هي المشكلة؟ أنه إذا أنت درت ذنوب كثيرة، درت بالذات، فالله عز وجل سمي بالغفار، والغفار هو الذي يغفر الذنوب على كثرتها، يعني قد ما تكون بزاف فهو غفار، قد ما تزيد ربي يغفر لك. زين، الغفور هو الذي يغفر الذنوب على ضخامتها، على كبارها، درت حوايج كبار، إذا ربي يغفر لك. نسقسيك سؤال، أنت قتلت؟ لا لا. قتلت زوج؟ لا لا. قتلت 10؟ لا لا. قتلت 20؟ لا لا. قتلت 30؟ لا لا. قتلت 40؟ لا لا. قتلت 50؟ لا لا. قتلت 60؟ لا لا. قتلت 70؟ لا لا. قتلت 80؟ لا لا. قتلت 90؟ لا لا. قتلت 100؟ نحكي لك على واحد قتل 100 وربي يغفر له. ايه ايه قتل 100. يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم رجل قتل 99 نفسا، قتل 99 نفس. اكو تفهموا ولادي؟ اكو تفهموا؟ خلاص هكذا باش تقعدوا عاقلين. قتل 99 نفس، راح لواحد عابد قالوا لي حاب نتوب. نسقسيكم سؤال قبل ما نكملوا الحديث، شت رحمة ربي شحال واسعة؟ قتل 99 وزاد ربي قذف له في باله باش يتوب. هي نورمالمون كرازة هذايا، بصح لا لا، هكذاك زاد ربي شرح له صدره باش يتوب. إذا ما تحقرش روحك، ما تقولش باللي لا لا أنا يا شراني أنا فيا كذا، لا لا أنت فيك الخير، مادام راك قاعد ولا غير فيك الخير. ف 99 نفس قال له نقدر نتوب؟ قال له ما تقدرش تتوب، وين قتل 99 دوك جاي تتوب، تما خلاص مع الاخر جاي تتوب. شو العقلية تاع عابد ماهوش عالم؟ أنت إنسان قتل 99 نفس، باين باللي هذا كيما نقولوا حنا باللغة تاعنا ما يكريديش، هذا تقلقوا شوية يقتلك، زاد قتلو، قتل 100، كمل 100، شي فرون، تسمى قتل خلاص 100 باش يجي حساب شباب، مسكة، قتل مسكة، فهمتني؟ قال وقتل 100، خلاص، زاد مدة، زاد حبيتو، تسمى زاد قتل عابد، إنسان يعبد في ربي تقتلو، زاد قتلو، إذن قتل 100. زاد من الاخر حبيتو بوش دار، قال لك لا لا ما نروحش عند عابد، نروح عند عالم، انسان اللي يعرف قاري، راح عند عالم. قال له يا شيخ سلام عليكم، قال له انني حاب نتوب. قال له ايه وش بيك ومن يحول بينك وبين التوبه؟ شكون اللي يحول بينك وبين التوبه؟
قالوا تحلق 300 نفس. ايه ايه قالوا ما من 300 نفس. حبيت التوب ما كان حتى واحد يحول بينك وما حد يقف بينك وبين التوبة. خلاص قالوا مسح نصحك واحد النصيحة. وشنو قالوا؟ بدل بقعة. قالوا اكتشوا الارض فلانية يعني البلدة الفلانية. قالوا روح عيش فيها. قالوا باش تقدر تبدأ التوبة ديالك. وهذا الامر شو المعروف انه الانسان كيكون ناط في حومة وديك الحومة ناط فيها قبيح وتعب مشاكل وكذا وش يصرالو غير يتوب زعما لو كان يتوب ومن بعد يقدر يقدر تلقى عباد زعما عباد ماذا بينا هضر باللغة تاع الشباب تاعنا يحبوا يديروا به الاسم علاش غير يولي في الجامع ويولي على بالهم باللي جبد تما كاين ناس يخرجوا لهم القرون وتطلع له الفهامه يقول لك خلاص هذا راه جبد ماشي كيما كان بكري صافي يحبوا يبداو يتبلاوه صافي كيلقى واحد يسب يقول له يسكت يقول له ما تدخلش روحك نتايا وهذا بكري كان هو كيعطس هما يروحوا يجروا تما كيعطس هما يروحوا يجروا ومن بعد يقولوا يقول له اسمع واش كاين نتايا ومن بعد هو يقول يخ هذا البارح كانوا كنت ندير كوفروف في الحومه هنايا دوك هادوما ولاو يعيط هذا يجي يسب قدام دارنا واش يصرى وحتى قرناء السوء او الناس المجموعه اللي تكون معاها يعني شكون الناس اللي راح يولي يقول لك اياه على بالكم كاين بزاف مساكن راهم في الحبس غير بايه غير ايه قالوا اياه او في الحبس اي 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 راح للحبس يقتل يضرب غير على جنب ما تقوليش ما تقوليش هذا على ما تقوليش بضربه يلقاه مسكين ضرب وقتل ودار على جال باش يقول له بلي انا ما قلتلكش تاع الصح هاني قتلته بصح من بعد راني 25 سنه في الحبس بعد ولذلك يبداو يديروا هكذايا ايا يبدي يقول لك ايا هذا يجي صافي واش دير تلقى روحك 101 102 103 ومن بعد ما تخلص ولذلك باش تنجح لازم تبدل البيئه ولذلك كي تحب تحبس قال زعما لي مخدرات ما نقدرش ندور مع اصحاب المخدرات ونقول انا خلاص راح نحبس والله ما راح تحبس لازم تضحي لازم تبدل مانيش نقول لك ترحل صح لازم تبدل ما نوليش ندور مع اصحابي ونبدل ونبدل بقعه باش نقدر نبدا حياه جديده راح جا خارج غير جا خارج جا خارج بالبلاد تاع اللي كان فيها المعصيه اللي قتل فيها 100 غير جا خارج منها مات مات واش دار هذا ما دار والو هذايا مازال ما صلى مازال ما عبد مازال ما صام ما دار والو نيه خرج مات واش يدير باينه بلي هذا قتل 100 نفس فلما مات جاوا الملائكه تاع العذاب والملائكه تاع الرحمه الملائكه تاع العذاب قال لك حنا نديوه علاش نديوه قال لك لانه قتل 100 نفس والملائكه تاع الرحمه قال لك حنا نديوه علاش تديوه نتوما قال لك لانه هذا الانسان كان ناويتو ربي بعث لهم ملك ثالث يحكم بينهم قال لهم قيسوا المسافة بينه وبين الأرض إلى كان قريب للأرض تاع المعصية أو يديوها الملائكة تاع العذاب إلى كان قريب للأرض تاع الطاعة اللي كان رايح لها يديوها الملائكة تاع الرحمة خلاص هو واش قلنا قلنا احنا غير خرج مات إذا لمن كان قريب للأرض تاع من تاع المعصية بارك الله فيك فكان قريب للأرض تاع المعصية إذا شكون يديوه الملائكة تاع العذاب بارك الله فيك يديوه الملائكة تاع العذاب لكن رحمة الله واسعة ماذا أذن أمر الله عز وجل أرض الطاعة أن تقترب إلى موطن موته وأمر أرض المعصية أن تبتعد عن موطن موته إذا شكون داوه الملائكة تاع الرحمة الملائكة تاع الرحمة صافي قتل 100 نفس ومع الخط ربي فضلي إذا لنبدأ انطلاقة جديدة نبدأ انطلاقة جديدة هذه الانطلاقة الجديدة راح تقول لماذا خلقنا الله علاش ربي خلقنا علاش رانا في هذه الدنيا وعلاش كاين السماء الأرض أشجار لو كان كيجي واحد هكذا وزعما نحطوا الميكرو نخبيوه ويجي واحد يقولنا واش راكم ديروا نقولوا له رانا قصارين يقولنا انتم ضايعين وقت كيفاش كراسة ميكرو قلب اللوز قلب اللوز ومن بعد ماشي دوكا ياك فهمت قلب اللوز وكو كاع مجتمعين ومع الخلاط قاعدين هكذا تلعبوا وما كاين والو اذا شغل وكانه الانسان عنده واحد الفطره وشنو انه ما كانش حاجه خلقت عبثا يعني لعبه كيفاش انت في بالك انت السماء الارض النجوم شتا تصاب كاين بقره كاين كبش
تاكل كبش، بقره، فاكهه، لانجاس، بانان، تفاح، بطاطا، باذنجان، عاونوني شويه، العدس، كرافس، معدنوس، زيدوا قولوا لي، الحشيش، مقارون، يا ربي هادو كاع ربي خلقهم لنا لمن؟ للانسان. الله عز وجل خلق كل هذا الامر للانسان. اذا ربي خلق لك هاد السماوات والارض خلقهم لك ليك نتايا، اذا انت واش خلقت؟ وراه المهمه تاعك انت الان في هذه الحياه. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. شوف الانسان كاين واحد الحاجه، قال هذا تليفون، متفقين ولادي؟ ايا تبعوني تبعوني، قولوا ما مشوشوش بزاف. هذا تليفون، شكون خدمه؟ سامسونج، خدمته سامسونج. هذا التليفون، تليفون اللي خدمه، قال لك بلي يشعل منا ويزيد منا ويتشارجا منا، خلاص اتفقنا خلاص. جيت انايا طلعت لي الفهامه، بديت نشعل فيه منا وبديت ندير هكا وانا نشارجي فيه، راني نشعلو منين يزيد وينقص. والله اسهل واحد او اصغر طفل هنا واش يجي يقول لي يا شيخ واش راك دير؟ نقول له نحب نشعلو منا، يقول لي مسح لي خدمو قال لك يشعل منا. نقول له مسح لي حاب نشعلو منا نشانتيه ويشعل منا، يقول لي مسح راح يفسد لك. ايه سما شكون اللي خلقنا؟ ربي. الا يعلم من خلق وهو اللطيف؟ ربي هو اللي خلقك. واش قال لك ربي؟ قال لك الا بذكر الله تطمئن القلوب. والله ما في الصاروخ، لا لا شرب بابور تاع الصاروخ، والله ما راح تريح، والله ما راح تريح، والله ما راح تدخل السعاده. حبيت تصدر اصدر طريطوار، ماشي قارو، اصدر شغل قطار هكذا دير قارو قيس تران، ما تكملوش تكملوا على ثلاث شهور، والله ما راح تفرح، والله ما راح تسعد. أتدرون؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم حكى لنا واحد القصة قديمة، قال لنا بلي كان في من كان قبلكم بقرة، هذا الإنسان هذا البقرة هذيا سيدة ويمشي بها عيار، واش دار؟ ركبها، ركب فوق البقرة. حديث صحيح في البخاري ومسلم ياك، هذا الإنسان ركب فوق البقرة، البقرة واش دارت؟ هضرت، تكلمت البقرة، واش قالت له؟ قالت له إنا لم نخلق لهذا، إنما خلقنا للحرب. ما خلقتناش ربي، ما خلقناش لهذا. ربي خلق لك الخيلة والبغالة والحميرة لتركبوها، هذو اللي تركبهم، أنا ما تركبنيش. فالبقرة ما حبتش، قالت له ما تركبنيش. فقال بقرة تتكلم، قال وأنا أؤمن بذلك وأبي بكر وعمر. تتصوروا بلي البقرة إلى يومنا الآن مازالها تتكلم. كيفاش؟ في 96 في بريطانيا في الانجليز طلعت لهم الفهامه، قال لك وشنو؟ قال لك شوفوا واش نديروا، حكموا بعض الاجنه زعما اللحم تاع خنزير والعظام تاع الخنزير، خلطوهم بشويه عشاشب وشويه الاخر واعطوها للبقره تاكلها. لقوا بلي البقره كبرت في دقيقات، كبرت. ايه قال لك يما ندخلوا دراهم كبار، لكن البقره ربي خلقها واش تاكل؟ الحشيش. ربي خلقها تاكل الحشيش، هو ما عطاو لها تاكل اللحم، وربي قالها تاكل الحشيش، عطاو لها تاكل اللحم، واش دارت البقرة؟ هبلت، جنت وأصيب جنون البقر، وخسروا دراهم كبار، وحصروا كيفاش يديروا. إذن البقرة كيما نقول لهم أنا للشباب، ليزوم البقرة، ليزوم البقرة، مازالها. قالت له وشنو؟ أنا ربي قال لي تاكل الحشيش، تعطيني ناكل اللحم؟ إما أنا والله العظيم غير نهبل لك، هكذاك. ربي قال لك تكيف شم الاكسجين، تشم الله ولا غير تهبل ولا غير تتوسوس، والله ما راح ترتاح. خاش ربي قال لك هذه هي الطريق، ربي عطانا هذه 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 هذه، وبعد واش قال لنا؟ حرمنا، ربي يحبنا، حاجه اللي حرمها عليك ولا غير تضرك، وتضرك ما حش زعما انت كي راك دير هكذا في روحك زعما شغل راح تضر ربي، لا لا لمصلحتك. شغل ربي يحبك وقال لك لا لا هذه تضرك، اذا حرام عليك. اذا الان لما نعاودوا نولوا وندخلوا في الموضوع وندخلوا في المخدرات، خلاص راح نتكلموا دوك مع ثلاث اصناف من الناس. الصنف الاول نبداو نقولوا الناس اللي مازال ما تشربش المخدرات ومازال ما تناولش المخدرات، زعما كيما الدراري صغار
والناس اللي راهم هنايا كيما قلت خاطيهم المخدرات وبعض الشباب الملاهقين اللي في راسه يتضارب. اسمع كيفاش ندير انايا المخدرات هي تلفت لي. اولا نبداو نقولوا ما هي الاسباب اللي تخلي الانسان يتناول المخدرات. اول سبب من هذه الاسباب وهو الفضول وحب الاستكشاف، معناتها انه الانسان في بعض الاحيان يكون قاعد ويشوف المجتمع وش وصالي فيه وبعد يقول لك نحب نستكشف، نحب نشوف وش هذه المخدرات وش تقدر تحس. شو كي تزطل زعما نقولوا حنا تزطل زعما هكذا تزطل، وش تجي في مخك هكذا وش يجي في راسك؟ وبعد زعما تبلع زعما نقولوا حنا حبه صاروخ، وش يقدر زعما كي تبلع وش تقدر تحس؟ راني حاب نحس انا وش راهم يحسوا؟ شفت الفضول، هذا هو الفضول. واحد المره في المكتب في العياده جاني واحد الانسان خمس مرات ينتحر، قتل روحه قريب خمس مرات ما ماتش. مره مدبوح منا، مدبوح منا، مضروب منا، مضروب من ضروب قاعيتك. المهم في عمره 25 سنه ما نسيتوش، 25 سنه وهو من عائله ثريه غنيه عندهم دراهم الله يبارك. خلاص جاء والله غير يبكي هكذا، يا شيخ عاونوني عاونوني عاونوني. قلت له معليش بدينا نحكيو، قلت له نسقسيك انت علاش دخلت في المخدرات يا اخي؟ انت شوف كيفاش راك لاباس، داركم لاباس بيكم، عندكم دراهم، قادر دير بزاف تكون حياتك. قال لي الفضول كيريوزيتي، حبيت نعرف كيفاش عامل هذا العالم. جبت جبده حبه الاولى حبه الثانيه، شوف راح سيد ولا ينتحر ويقتل ودار ودخل للحبس وخرج. والله ما نسيتو ما نسيتوش انه هذاك النهار جبد لي 6000 اوبيس، 6000 اوبيس. هذه الحكايه عندها مده قريب 10 سنوات، 6000 اوبيس. واش قال لي؟ قال لي عندنا 3 شهور كاسينا دار، انا وواحد كاسينا دار دينا 200 مليون. قال لي شو واش قعدوا لي 6000 دوكا ما عنديش باش ناكل، دارهم حوزوه. شنو الحياه هذه؟ ما هي هذه الحياة؟ لذلك الإنسان كي يعود يبدا يشوف في الفضول. نعطيكم مثال، تدخل لداركم يماك العزيزة، ما كاش واحد يحب لك الخير كيما يماك. يماك العزيزة طيبت ماكلة، ما على باليش ماكلة زعما نقولوا زعروكا، حاجة شغل اللي يقول بيزار شوية غريبة. تجي أنت تقول لها يما وشنو هاد الماكلة؟ تقول كول يا وليدي معليش كول وبعد سهل، والله ما تاكل. تقولها قولي لي وشنو؟ تقول لك واسمها هكذا وهكذا، زعما واسمها زعروفه. يدخلها يا يما قولي لي باش مخدومه، تقول لك بالباذنجان زيدي فيها زيدي لازم تقول لك. علاش انت تقول كيفاش انت ما تقدرش تاكل حاجه من يد يماك؟ اذا واش دير؟ تسمى تاكل، اذا لازم تعرف واش راح دير. خلاص هيا معليش هيا نمشي، واي نمشيو هيا نمشي. خلاص خلاص هيا روح. نبداو من تحت ولا من فوق؟ نبداو من اخطارهم. كي جوني هنايا صحاب التوتنا، قسما بالله غير يغيضوني الواحد الشيء، ما نقدر ندير له والو. على بالك السؤال المطروح حتى في ابنائنا الصغار، اي واحد تقول له من الناس اللي تناول المخدرات دوك يقدروا يجاوبونا؟ تقول له اسمع نسيك توتنا توتنا باش مخدومه؟ يقول لك ما على بالناش، والله ما على بالهم. انا الاجوبه لي سمعتها يقول لك يخدمها لافريكا، وبعد واحد يقول لك لا فيها السحر، الاخر يقول لك لا فيها كذا. تصور انسان يدير حاجه ما على بالوش شنو، والله ما يعرفها، ما على بالهمش واش فيها، المكون تاعها الاساسي ما على بالو. تسمى كيفاش تجيني انا من بعيد لهنا دير لي خلوطه نديرها ونولي مسجون؟ تعاود تهبط تقول له نسقسيك مؤخرا كنت في واحد المجلس وبعد واش قال لي؟ ما كانوش الحبوب، واش باعوا لهم؟ باعوا لهم حبوب منع الحمل. شت حبوب منع الحمل؟ بحبوب منع الحمل يعطيها لك وانت تجي له. على بالكم دوكا باش نكون اكثر عمليا معاكم، دوك اللي راهو يمشي دوكا وشنو؟ سينياتور صح ولا لا؟ سينياتور هي تمشي. سينياتور مؤخرا واحد البلاكا تاع سينياتور واش مكتوب فيها؟ ماد ان تل ابيب اسرائيل. إذن أنت الآن
ما تحس والو. كيفاش انت دوك يعني سؤال نبداو برك من نعطيو مثال. قارو تاع دخان المكونات تاعو شنو هي؟ شوف المكونات تاع قارو تاع دخان مكونات كاين بعض المكونات يخدموا بهم السم تاع النمل، يخدموا بهم البرودوي اللي يديروه في البريكي هذاك، يخدموا بهم الكيروزان، يخدموا به القطع يديروا فيه واحد العفن ما تقدرش تامن المكونات تاع قارو تاع قارو هذا اللي كيفوا لي انت تقول زعما خلوي وانا راسي يريح كل هادو هما المكونات. كيفاش انت دوك تشرب حاجه اللي كان نعطيك دوكا فنجان فيه زعما السم تاع النمل وفيه فليتوكس نقول لك هاوليك نشرب شويه فليتوكس تقول لي عاق ما نشربش فليتوكس، وبعد تشرب انت هدايا وبعد تقول لي نشرب كونديا وبعد تقول لي نشرب ما سعيده وتقول لي انا نعيف ما نشربش من القرعه. لا 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 لا, لا. ما تقدرش انت هذا كاين تناقض. اذا الان الفضول وين راح يكون لك؟ فضول يكون في حاجه مليحه، الفضول يكون في الحاجه المليحه انك تجرب الحاجه المليحه. ثانيا من الامور اللي تخلي الانسان يدخل في هذا العالم وشنو هو؟ الكثره. شت الكثره يحس باللي الغاشي كاع حرام يكونسوميو والبلاد كاع راهي مخلطه، ويزيد الشيطان يكبر له ويحس باللي ماشي غير انايا وعلى تشوف فيها غير انا والله غالب والحومه ولاد الحومه واش يصرى شغل يدوب في الحي شغل وكانه عنده التقليد ما يقدرش هو يتحكم في روحه في شخصيته فتلقى الغاشي كاع راهم يديروا. لا 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 ما تخليش الغاشي. شت الغاشي هذا كما كاين غاشي تاع الشر كاين غاشي تاع الخير. ولذلك الكثرة ليست معيار الحق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرهط، ويأتي النبي ومعه اثنان، ويأتي النبي وليس معه أحد. يعني يجي نبي وما كان معه حتى واحد، ويجي نبي مأمن معه غير زوج، ويجي نبي مأمن معه غير واحد. شحال صعيبة لو كنت بهذه العقلية تكون انت هذا الواحد تكون انت هذا الزوج ما تقدرش تكون هذا الزوج لأنه تقول الحومة البلاد. على بالك يوم القيامة من شدة أن العذاب تاع يوم القيامة عذاب أليم. أتدرون ماذا قال الله عز وجل لأهل النار؟ قال ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. مع انتها ما تديروش في بالكم كيما في الدنيا زعما نقول لك مثال زعما انت تدخل جهنم انت ولاد حومة كاع ولاد حومة وفاميلتك ولاد عمك ولاو كاع في جهنم. ما تديش بالك زعما رانا في الفيراج تاع ساكن تاع سان جوي زعما هنا الحومة زعما كاع يتعذبوا وزعما حالة والو. ربي قال لك ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. علاش؟ خاطش العذاب أليم. على بالك آخر واحد الأخراني كاع في جهنم اللي يتعذب شكون؟ عم النبي صلى الله عليه وسلم. يقف على جمرتين يغلي منهما مخ ودماء، الدم تاع المخ ديالو يغلي منهم، وهو قبرك على زوج جمرات من تحت من شدة أن النار عذاب. إذن والله غير ما نتحملوش العذاب تاع ربي، والفرصة راهي بين يدينا. خلاص زيد، ما هي الأسباب اللي تخلينا ندخلوا الآن في المخدرات؟ نقول لكم واحد السبب كبير بزاف. وشنو هو؟ الرجلة صحاب الرجلة هادية تمشي مع الرجلة شغل داخلة معاه شغل لاقريبو باش يعطوك لاقريبو تاع الرجلة لازم تكون درت هكذا وهكذا وهكذا ولازم كانت تكون بلا صاروخ ولازم تكون تزطل ولازم تكون كذا. لا 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 على بالكم المخدرات والله 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 تنافي الرجولة. علاش؟ أيا نمشيو دوك في الرجولة نبداو نمشيو في الرجولة هاي خلاص. أول معيار أو صفة من صفات الرجولة وشنو هي؟ أي حاجة أحسنت أو قال طاعة الوالدين. الوفاء لمن أحسن إليك. الراجل ما ينساش الخير، الراجل ما ينساش الخير، هذا هو الصفة تاع الراجل. لذلك حنا زعما بكري والدينا زعما يقول لك كلينا الملح تاع الدار، هذا دخلت لدارو، هذا عاوني واحد الوقت ما نقدرش نخونو. ولذلك الآن السؤال المطروح، علاش راك تبكي في يماك؟ علاش راك تبكي في باباك؟ علاش أنت الآن نسيت الخير تاع والديك؟ علاش يماك اللي كيزيداتك
ودارت العقيقة والسابع وعرضت الناس دخلاتك تقرأ وشرت لك حوايج جدد، كانت متمنية منك حوايج، وكانت متمنية انك انت تحقق امنية وتحقق وتفرحها والدين. علاش لانك تدعمها؟ علاش راك مخلي يماك انت الان اللي كانت متمنية باش ترفد ولادك وتفرح بهم، خليتها ترفد القفة باش تجيك للحبس. وين بوسعادة برواقية، وبعد كل ما تجيك تقولها يا يما خلاص هذه هي الخرانية، تخرج تعاود تقولي علاش انت الان، علاش وليد الجيران شلال يما سنسلة وتلقى بيماك وتقول لها وليدي شلال سنسلة غير كيما شابة، وانت كسارق ليماك سنسلة باش تبيعها باش تروح تكونسومي. اي رجولة هذه؟ ها يقولوا لي ولا هذه رجولة ولا لا لا، اي رجولة هذه اللي انت راك راقد مع اصحابك ولا بتقصر في الديكي ديالك وراك تعمر ويماك راهي تبكي وباباك راهو يبكي، باباك نهار كامل يخدم وبالدراهم كاع اللي طمهم تروح تديهم. ولذلك النقطة الثانية من النقاط تاع الرجولة التي تنافي الرجولة وشنو هي؟ ان الراجل ما يتحكموش فيه. ها هو الراجل ما نديلوش هكذايا، اسمعي اروح تشوف لهنا يقول لك او هكذا ودير لي هكذا ما نجيش. واحد العام كنت نقري شباب هكذا كبار شويه، من بينهم كانوا تاع المخدرات، وبعد ولاو يقراو عندي في المسجد. رحنا للمسجد نصلوا التراويح في رمضان، نشفى لها في بولوغين في مسجد تاع الفلاح، فرحنا نصلوا تم التراويح. واحد كان من اخطر المجرمين يصلي معايا، خلاص نجيبه قدامي. ومن بعد في الصف الثاني او الاول واحد من الناس اللي كان حاضرين قال له هكذا قال واش قرات التراويح شي نسلك؟ قال لي لا انا ما نقدرش، قال لي والله غير مقادرك شيخ بصح ما نقدرش. قال لي هذا مرت تراويح باذن الله لا لا، قلت له لا لا غلط ودار هكذا عشيت نسلك فيها بالاخر على جنب في الصف الاول قال له غير هكذا راح سيد. شفت كيفاش الانسان يولي عامل شكون هو كانه ما نحبش؟ خلاص اتفقنا اي خلاص اتفقنا. الانسان تجربتي مع اصحاب المخدرات واش يصير لهم؟ مساكن مسجونين، والله غير مسجونين. واحد العام في 2010 درنا نشاط في باب الواد، قدام طروازولوج درنا خيمه ودرنا فيها تصاور تاع المخدرات قبل وبعد وفيديو، كنت انا المسؤول على الخيمه. خلاص ولاو يجو والله انا وان كان حمتي حصلت وليت نمشي نتخبى بعد ما نجوش من تم نجوز نجي عليه من ايه، حسيت باللي قاع يحوسوا عليا. شيخ هاي سلكنا. ما نسيتش واحد قال لي والله يا شيخ غير وليت مسجون، قال لي شكي نغمض عيني زعما غير نفتح عيني، كيفاش نجيبها اليوم؟ كيفاش لا دوز تاع اليوم نجيبها؟ هذه هي الأمنية. على بالك حياتك تحبس، والله غير تحبس حياتك، تولي ما عندكش أفكار، تولي ما عندكش، تولي إنسان شغل أنت جيت بنيت حبس ودخلت فيه. وأنا نقول لك اخرج ما نقدرش، اخرج أنت اللي بنيتو، اخرج مانيش قادر نخرج، جاني قاعد وراك شايد هكذا وراك الناس راهم يجوزوا عليك فالوار، السلام عليكم سلام راهم يجوا يزوروك وأنت ما راكش قادر تخرج منهم. ما راكش حاب تخرج منه، يروحوا لك الطموح تنوض الصباح. قال انت كان جاني واحد مره للمكتب، ما نحكوش القصه ديالو لانه طويله، لكن مفاد القصه انه لا كونسوماسيون تاعو يعني الاستهلاك تاعو كان مليون في النهار، مليون. قال لي والله غير عندي مليون كل يوم، لازم مليون. اتصور انسان مليون كيفاش يطم هذا المليون؟ من اليوم من الصباح لليل هو يهنبر باش يلحق لهذاك المليون يطمو ويعاود يروح. الان اذا اتفقنا باللي انه الراجل هو يسير روحه، انت تسير روحك، انت الان تتحكم في روحك، ما راكش تحكم في روحك. سمحوا لي لو كان نقول لكم هذه الكلمه على بالي باللي قاصحه، ما بلي تتحكم فيك ماشي ضمير مذكر، ضمير مؤنث. كيفاش ضمير مؤنث؟ الغبرة تاع مربوطة، ليريكا تاع مربوطة، الزطلة تاع مربوطة، وين راهو؟ كيفاش؟ الشمة وين؟ هادو كاع تاع مربوطة، كاع عيتي تسمى انت تنوض الصباح تقول لك رحت سرق، تقول لها بصح ما نسرقش يما ودرا، رحت سرق قلت لك،
ما تقول من راه قلت لك نوض روح تسلق وانت روح تسلق. واحد مره سرق تا المسرق كاع دارهم سرق شتا فم تاع يماه دونتي تاع يماه كانوا فيه زوج سنات ذهب كسرهم وسرقهم سنان تاع يماه سرقهم. واحد الكرا تاع دارهم قعدوا له سمانه وشو مخبيين الكرا ودا الكرا وراه ودا لهم الكرا. لذلك البارح جا اتصل بيا واحد يحكي لي على وليده قلت له والله ما تحكيليش عليه قلت له والله ما تحكي لي قلت له الحكايه ما حشي خلاصه قلت له حنزيد نقول لك حكايه واحد اخرين ما يتحكمش في روحه الله غالب لازم لازم يبرا اما يروح عند الطبيب واما نجبدوه واما نربطوه اما على بالناش. المهم هذا لازم يداوي لازم تداوي باش تخرج. بصح باش تقول لي انسان راهو يكونسومي وبعد مع الاخر تقول لي ودالي لا ما يقدرش يتحكم في روحه فيصبح لا يتحكم في نفسه يولي ما يتحكمش في نفسه ويولي تروح له المشاعر العاطفيه. شت انسان زعما تقول له يماك انا دخلت كوما كي انت يا درت هكذا والله العظيم هو تغيضو اني معاك تغيضو ويدير ام اتي زعما مامو افونتو كاع خوطي هذايا كاع هذوما كاع والو صح في الواقع ومن بعد يعاود ويزيد ومن بعد يعاود ومن بعد باباه يقولو حنت تلقي يزيد وبعد يماه مؤخرا واحد بحاله كنت فيها وتوتنا والمشاكل وبعد يماه اصيبت بالسرطان حكمها الكونسير من القنطه خلاص قلت انا باذن الله غادي الحكايه خلاص جينا هكذا يماك الكونسير ام القول لها الكونسير خرج يما الكونسير 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 يا بركات وراح زاد الدنيا وين انت وين رايح بصح وين راح تحبس اين يعني وين راح يكون التوقف ديالك. ولذلك الان نعود نقول ايضا الى النقطه الثالثه من مبادئ الرجوله. الرجل من صفاته انه يواجه مشاكله ما يتخباش الرجل يواجه مشاكله. هيا احكي لي وش بيك وش عندك هيا غلقوا كاع دراري هذوك ديروا كاع سياج ونقعدوا هنايا ونبداو نحكيوا كاع هيا احكي لي وش بيك وراهم مشاكلك عندي هذه هيا نوض ابدا وش نديروا لازم تخدم لازم تواجه لازم تنوض. علاش راك تكذب على روحك علاش راك تبلع حبه تخليك سعيد سعادة كاذبة تخليك زعما يخرج لك. نحكو علميا واش يصرى على بالكم علميا كاين مواد الان هنا في المخ تاعنا النواة الان تاع الخلية باش ما نصعبها لكمش بزاف كاين باش ترقد زعما باش الانسان يرقد واش لازم يخرج واحد المادة واسمها الميلاتونين. هذه الميلاتونين كي تخرج تبدا تخرج بالعقل كي تبدا تخرج بالعقل تبدا تنعس وبعد تبدا تتاوب تبدا توجد روحك باش تروح ترقد كي تعمر المخ ديالك كاع بالميلاتونين ترقد. حكمة تاع ربي ما هي؟ لو كان زعما جينا نرقدو فجأة حياتنا تطاري تما تصور زعما راني نهضر هكذا ومن بعد فجأة نلقاكم راقدين كاع نتير عليكم ميكرو هكذا تمسخروا بيا من صباح انا نهضر ما رقدتوني ومن بعد انتوما رقدتو والله غالب جاكم نعاس رقدتو بصح لا الانسان يبدا يرقد بالعقل وتبدا ترقد. الان كاين ميكانيزمات الان في الخليه راهم يخدموا حبيت انت تولي سعيد واش يخرج لك يخرج سيروتونين ماده وصلها سيروتونين. انت الان زعما انني فرحان عبدت ربي درت الخير فرحت والديا نبدا يخرج لي سيروتونين نبدا نفرح نبدا نحس روحي سعيد. لا انا يا واش راني ندير جيت شغل جليسيت الخليه نجليسيها نرمي لها حبه صاروخ وتخرج لي هي الميلاتونين ماشي تاعها تما خدمه هو لانه هو هذا الليريكا ولا المواد الاخرى عباره عن مواد تاع المفاصل زعما دوك الارثروز الناس اللي عندهم الارثروز اللي عندهم الالم تاع المفاصل هي تخرج هذه الماده باش انت ما تحسش بالالم هذاك. اذا باش ما تحسش بالالم هذاك تخرج الماده انت ما عندكش الالم اذا واش تخرج لك الماده هذه. لما تخرج لك الماده سيروتونين انت تبدا تشوف بلي هي شو زعماني فرحان وزعماني نضحك وبعد زعما دارنا داروا بركوكس كاع قديمه هكذا ونبدا نشوف فيه كروفات هيا الله يبارك كروفات طيبنا حطيتو بركوكس لا انا نشوف نستبن فيه كروفات وبعد زعما حاجاكم الزيكوت نبدا نشوف فيه واد وبعد الاشجار طيور وزقزيق وبعد شويه ومن بعد يبدا يروح المفعول وبعد تعاود تولي ليماج
ويعاود يولوا مشاكلك وتعاود تتلقى بليك درت مشاكل وقدرت غلطات كانت واحد اخرين خاطرك ضارت راك درت مشاكل وتعاود تتلقى. المرحله الاولى كاين واحد المرحله الثانيه مع الاول في التجربه وبعد مرحله لا توليرونس مرحله التحمل يبدا المخ ديالك يتحمل. كي يبدا يتحمل المخ ديالك يولي 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 حبه صاروخ ما تنفعش ما ديرش المفعول ديالها لانه المخ ديالك شغل طلع النيفو ديالو صافي واش تولي تولي لازم زوج وبعد بعد مده زوج تولي لا ثلاثه وبعد بعد ثلاثه يقول لك لا بدل كاين واحد الاخر لازم تبدا تشم تشوف كيفاش تنسى كاع الصاروخ تنحيها تشم الاولى تلقى روحك دخلت وبعد يبدا تطلع تطلع حتى يقول لك بلي فلان او دخل في الادمان وفلان او قص لوبردوز معناتها داب اون دوز كبيره عليه ما تحملهاش الاخر ديالو ومن بعد هذيك مات وبعد نجو نصلوا عليه ومن بعد نحطوه ونساوه كاع يجي وله الان بدايه مع ربه. ولذلك الان كنت الان تعاود تولي تواجه مشاكلك اذا وراهم مشاكلك الحلول تاعهم وين قلناهم مع الاول الحلول الان مع الله رب الحلول. شت الحلول تاعك راهم مع ربي اقترب من الله ترى العجائب تلقى حياتك الان اكبر. اعطيني فائده من فوائد المخدرات اعطيني فائده ولي انا معك هيا دبروا لنا حبه صاروخ ولا نضرب هذوك جي كاين الماء كاين ها هو اعطونا نفرحوا كاع حابين نفرحوا معاكم جيبيكم سهله اعطونا برك حال وراهو الحل وراهي واعطيني الفايده وراهي الفايده راك انت تخرب في مخك الناس يجيك ما يهبل اجتماع مهبول انسان مهبل مسكين خرب مخه وبعد يدخل في الوسواس وبعد يبدا يرقي وبعد يقول لك عندي الجنون وبعد يقول لك عندي 35 جن لا ديال نتايا ساكنين كاع فهم ويقول لك لا 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 مخرجوا اربعه قعدوا 12 شغل حتى الكالكيوراتور يبدا يحسب باش يعرف كم تساوي مع الاخر وين الاخر كاش انت خلاص راك عايش لداخل مخلص انت خربت مخك انت راك خربت حياتك. ولذلك الان الانسان عطونا فائده من فوائد المخدرات والو ما تحسش فد والو بلا تكذب على روحك تضيع وقتك تلقى روحك بديت حياه جديده وبعد بلا ما تولي زعما انت فاهم اكثر من الناس وبعد تولي تدور غير مع هذوك العباد وتولي تشوف العباد كاع ماهمش فاهمين الدنيا وكاع الاخر بعد ليك تيقول ما على بالو وانت زعما على بالك وانت فاهم والوقت راه يضيع وتولي لازم تسرق وتولي لازم واش لازم تكذب ما كاش واحد ما يكذبش تكذب تولي لازم تكذب تولي في الدار شكون رفد هذه والله ما نايا والله حالف 3400 ألف حلفة باللي ماشي نايا وهو وتسرق وتروح لك الرحمة ويروحوا لك كاع المشاعر يولي ما عندك حتى شعور بالرحمة تولي انت التفكير ديالك غير كيفاش تحقق هذا الغرض. ايضا من الامور اللي تدفع الانسان باش يدخل في المخدرات وشنو يكذب على روحه ويقول لك عندي ظروف وش من ظروف عندي ظروف وش من ظروف قلهم لي الا تقول بلي انا عايشين في انا في البلاد انا عايشين نفس البلاد وانا عايشين معاك وهاد الناس قاعدين لازم يتناولوك المخدرات قل لي وش من ظروف نقول لك نحكي لك على واحد الانسان هذا الانسان مات باباه كي كان هو في كرش يماه وكي زاد بعد 6 سنوات مات يماه وبعدها كفلوا عمو وبعد كفلوا جدو وزاد مات عمو وزاد مات جدو كي تزوج مات مرتو وبعد زاد ماتوا كاع ولادو الا طفله وحده ماتت بعده بست شهور زادت ماتت وبعد وشنو ما حاوزوش حوضو حاوزاتو البلاد حاوزوه تحاولوا كاع الحومه والبلاد وحاوزوه من هذيك البلاد حتى هرب منها وعاود ولا وكان يبيت 3 شهور ياكل غير التمر والماء كان يربط واحد المره ربط بطنه بالحجاره من شده الجوع شكون هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم نبينا صلى الله هو قدوتك عشت الظروف كما ديالو اي ظروف تعيشها اذا انت يتيم فانت الله عز وجل اختارك ان تصير يتيما يمسح على رأسك عند أجر بالعكس هذا اليتم يخليك أنه أنت توقف مع يماك وتوقف وتتخلى الظروف ديالك الفقر ماهوش عيب علاش ما تتخلاش على الفقر ديالك وعلاش ما تقاومش أنت الفقر ديالك عندك ديون هيا حاول نوريك كيفاش
تقضي الديون ديالك، ما راكش خدام، ما راكش مزوج، عندكم مديح، احكي وراه النفع، وراه الحياة اللي راك عايشها. هاي نتصوروا دوك حياة تلقد، انا رقدت نوض صباح وبعد في الليل نبلع على زخات رمضان، بلع في الليل وبعد نوض صباح وبعد نوض على الخمسة وبعد على الخمسة نوض هكذا مازال ما فطنتش قاعدين نبدا نشوف نستنى المغرب. أيوة حياتي اعطيني الان نعاود نرجع هذاك الطفل الصغير اللي كان صغير كي نجيو ليه نقول له واش راك تتمنى، يقول لك نتمنى نخرج كذا، نتمنى ندير هذه الحاجه، راحوا الامنيات تاعك. يماك اللي كانت تتمنى ترفدي ولادك لقات روحها ترفدي قفه، يماك اللي كانت تتمنى تجي لدارك تبات ولا تجي تحوس عليك في الديكيات، يماك اللي كانت تتمنى كي تمشي يقولوا لها ايه الله يرحم ذاك الكرش اللي جبتيها، ولا يعني يدعي ولا تحشم يقول لها سمعي وليدك البارح طيحنا كاع القدر، جاب ديسب وضارب والسينيال، تقول لهم الله غالب والله ما قدرت له ان شاء الله يموت هذا الذي كنا نسمعه، يماك تولي تدعي عليك بالموت تقول لك ان شاء الله يموت نتهنى منه، عييت منه عياني شبعني المرض، اي رجوله هذه. ولذلك انا نقول لك واحد الحاجه، حب روحك، علاش ما تحبش روحك؟ علاش تشوف روحك في المرايا ما راكش قادر تشوف روحك في المرايا؟ والله ما تحب روحك، شت روحك، روحك ما راكش حابها، تكرهها انت روحك، تكره روحك ما راكش حاب تنفع روحك، روحك انت ما راكش حاب تنفعها، لا ترى نفسك حتى في المرآة. اعطيني دوك انت مثال، اعطيني واش من فايده انت كي تقطع روحك؟ علاش دوك نطلع لك هنا نلقاك مقطع منا ومنا 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 وحبيت تنتحر؟ علاش تكره روحك؟ علاش هذاك يحب روحه وانت كاره روحك؟ لماذا تنتقم من نفسك؟ علاش راك مرجع روحك انت شغل ضحيه زعما تاع ظروف وتاع مجتمع وانه هادوما ما يحبوش ولاد فاميليا؟ معليش حنا ما نحبوش ولاد فاميليا، وانا لعبنا هالك حنا شغل ما نحبوش ولاد فاميليا. ايه ومن بعد وبعد انت كي ما تحبوش ولاد فاميليا تنتقم من روحك وتحقق الامنيه اللي محبينها، راك حاب كاع الناس تشفى فيك، وبعد انت يا وكذا وزعما ما تحبوش واحد الاخر نروح نبلع سبيريت سال، شكون راح تبكي؟ راح تبكي يما كبرك ولا غير راح تبكي يما كبرك؟ هذا ما كان، والله ما يبكي عليك حتى واحد، والله واحد ما راح يبكي عليك، يما راح تبكي عليك وتحرق لها قلبها، خاصة إذا كنت الولد الوحيد، وعندي من القصص من هو الولد الوحيد، أنا نحلل فيه بالبكاء، يا فلان لك وحدة وهكذاك وما عاد حتى وين خلاص، راح، هاي يما محروقة عليه. أي حياة هذه؟ أي حياة هذه؟ الإنسان دوك عليه أن ينطلق، افتح صفحة جديدة، جربت كلش؟ قل لي حاجة جربت كلش؟ نعطيك واحد الحاجة تجربها، نعطيك واحد الحاجة تجربها وتشوف حياتك كيفاش حتبدا. جرب حلاوة الإيمان، جرب الحلاوة تاع الإيمان، جرب القرب من الله، جرب القرب من الله وجرب حلاوة الإيمان وتشوف والله الحياة تاعك كيفاش حتبدل. والله كان عندنا واحد النشاط عندها واحد 3 أشهر ولا في لافوانت، غدوة إن شاء الله نزيد نديرو في لافوانت نفس النشاط هذا نديرو في الساحات على لافوانت. قدر ربي درت أنا والشيخ حمزة، والشيخ حمزة هضر شوية وبعد أنا بديت نهضر، غير بديت نهضر بدات تصب الشتاء، هضرت شوية بدات تصب الشتاء. وبعد من شدة انه مساكن كانوا حابين يريحوا قلت لهم خلاص، قال لك لا كمل. وبعد قوات الشتاء بزاف خلاص رحت، ما قدرناش، انا كنت في الشابيطو وهما كانوا في الشتاء والشتاء قوية، راحوا الناس خلاص. انت تقول هذا النشاط فاشل، فشلت تسمى النشاط هذا، راح لنا ما الله غالب كنا حنديرو وصبت الشتاء ما درناش. عندها شهر جيت راح ندير محاضرة في واحد المسجد، جا ليا واحد في باينام، جا ليا واحد في داخل المسجد سنانو طايحين وشوية هكذا مازال ماهوش فاطم مليح مليح، داخل المسجد جا ليا قال لي يا شيخ نحبك، قلت له ماما انا نحبك. ومن بعد قال لي شوف، طلع لي يديه قال لي شيخ انا ندير تشكا حياتي كاع ندير تشكا. قال لي تشفا كي درت في لابوانت كي هضرت، قال لي كاكيتني من تم حبس ويما راهي تدعي لك بالخير وراني نتبع عند بسيكياتر وراني نشرب هذا الدواء ودعي لي شيخ كيفاش نكمل ودوك محاضره ونزيدو ندير تامنو. والله العظيم غير النشاط تاع غدوه
درتوا على جالو. عيت للشيخ هذا حمزه قلت له يا شيخ قلت له في رمضان ما كنت ناوي نمر تراويح وصل خلاص بعد رمضان الفطار نجي تروح بصح قلت لا لا قلت شوف كلمه السيد فطن على جالها ويمها تدعي بالخير والسيد خلاص حياته تبدلت والسيد وقاعد ويقول لي ماذا بيا دوك ما نروشوتيش ودعي لي وكذا وشنو عندي شهر ونص ما دنيتش ليها وتشكا تشكا تشكا ما الناس اللي تعرف تشكا على بالها واش معناتها تشكا معناتها العروق يبداو يخلصوا تولي تضرب هنا تولي تضرب من تحت حتى يخلصوا لك العروق بدلت حياته عيط للشيخ قلت له يا شيخ ربي يجازيك ربي يجازيك قلت له الا حبيتو ديروا نشاط تاع لا بوينت ولا على المخدرات عيط لي نجي قلت له قول لهم الا يقدروا ينظموه قدر ربي ينظموه بالك حنديروه غدوة عيط لي من قبيل وما سمعتش ولذلك شفت الانسان هو انطلق انطلاقه جديده بدا حياه جديده ولذلك نقول ان الحياه الان والله غير المفتاح راه في جيبك ما تحقرش روحك ما تقولش خلاص وما تغلقهاش ربي قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ما تفطنش انني حاب تفطن في الدنيا خاطر ربي ما دام خيرك وتكون قاعد هنا والله ربي وحابك تفطن في الدنيا قبل ما تفطن في الاخره قبل ما تفطن في القبر قبل ما تفتح وتلقى بلي فات الاوان يا ليتني تولي تتمنى هذه القعده وتقول يا ربي لو كان غير يعني ابواب رانا في رمضان ابواب الجنه تفتح ابواب النار تغلق لله عتقاء من النار كل يوم ربي يعتق عباد من النار نسقسيك الناس اللي تكون في الحبس باش تقيسهم لاكراس واش لازم يسقموا روحهم يسموه السلوك الحاسن ما يضاربش كاين اللي يجوز الباك كاين اللي يحفظ قران كاين اللي يدير شويه هكذا زعما يسقم روحه شويه يشوفوا يلقى واحد باللي ما عندوش قاعيتك حتى مشكله واش يدير يقول لك السلوك الحسن نقصوا له 6 شهور نقصوا له 4 شهور نقصوا له خاصو لاكراس خرجوا هذايا وجاب الباك نحيلوا له خر او جاب البيام نحيلوا كذا شفت كيفاش ولذلك الان رانا في رمضان قال من رمضان شهر لله فيه عتقاء من النار معناتها كاين الناس قيسهم لاكراس كاين الناس يخرج من النار ربي ينحيلو اسمه من النار ويرجعوا في الجنه باش بالسلوك الحسن هذا السلوك الحسن في ماذا من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه قام رمضان ايمانا واحتسابا صليت التراويح صمت كيفاش عمل الصيام ديالك ترقد تنوض على 5:30 ومن بعد تنوض تشري قبلي تاع قهوه وتقعد دور به زيد بلي انا ما نصبرش على القهوه هذا هو الصيام شوف نبشرك واحد البشاره الناس اللي يتصوم ومادام كاع راكو تصوم والله العظيم غير الصيام فضحك الصيام فضحك والله غير فضحنا كاع يتيك الصيام فضحنا وبينا العيب ديالنا علاش بين لنا الصيام باللي والله غير نقدروا نتبدلوا نقدروا نتبدلوا علاش نقدروا نتبدلوا ايه تقدر تتبدل ما تقوليش كاع ما رانيش قادر والله غير تقدر تحبس كلش كيفاش تقدر تحبس كلش اه خلاص نمشيو كل يوم كل يوم مده سنوات وفي كل عام 335 يوم 335 يوم انت لا تسمع فيا كل يوم تنوض الصباح تفطر تست قهوة 335 يوم وانت تديرها لا نحيو رمضان فهمتني ومن بعد واش يصرى جاء رمضان اللي هو 30 يوم جاء رمضان نظم الصباح قلنا لك تست قهوة قال لك لا راني صايم تفطر لا راني صايم تست قهوة لا راني صايم كيفاش قدرت تشد عادة درتها انت يا كل يوم تديرها وزيد سبب ماذا سبب الحياة تاعك سبب الوجود الانسان كيما ياكل شي يموت اذا ماشي حاجة تقدر تتخلى عليها يعني حاجة راهي كبيرة تتصور باللي انت 335 يوم وانت تدير هذا الامر فجأة من الصباح لقيت باللي لا نقدر انا نشد الله اكبر زيد نسقسيك سؤال انت كي تكون صايم في النهار زعماك صايم وواحد ما كاين في الدار
ما كاين حتى واحد في الدار، فهمت؟ وراك صايم، تدخل انت للصال دو بان تبدا تشرب من العين تاع صال دو بان، ياك واحد ما شافك، ما فيها والو ديرها يا. ها؟ لا لا ما نديرهاش، علاش ما نديرهاش؟ بصح راني صايم. إذن انت تخاف ربي، إذن انت راك دير حوايج ما شافك فيهم حتى، شكون يقدر يعرف باللي راك صايم؟ شكون صام اليوم؟ يا كاع صمتوا الله يبارك، خلاص. شكون يقدر يعرف باللي انت صمت ولا ما صمت؟ غير الله. ولذلك ربي واش قال في الصوم؟ الا الصوم فانه لي وانا اجزي به. الا الصوم واحد ما يقدر يعرف. تقدر تفطر 30 يوم و30 يوم كاع دايرين في بالهم باللي انت صايم. تدخل بيت الخاله تاع الدار نشرب، ما كان حتى واحد، شريت كليت في سقيفه وغلقت رميت كل الشرب. اذا شكون شاف؟ واحد ما شاف. ما دام انت قدرت حاجه كل يوم ديرها، قدرت تتخلى عليها، وقدرت تشد، وقدرت تخاف من ربي وما درت هذيك الحاجه، ولا غير تقدر دير، وتقدر تتخلى على الحاجه اللي راهي اصلا يتضمن لك في حياتك، ويتضمن لك في المستقبل ديالك، مستقبل الشباب، هاك مرحله تاع الشباب، وانا نتكلم على الشباب، والله العظيم غير ما من المتعه تاع المخدرات، ولا غير مؤقته، هذه نقولوا ما متش انت، انا نقولوا ما متش. تسمى نقولوا انت قعدت حي حتى تولي شيخ كبير، والله غير مؤقته. شحال عندك؟ 20 سنه بديت المخدرات، 40 45 راحت، راح المتعه، راح الاسم، راح كل حاجه، الناس يبداو يضربوك وتولي تجري، ومن بعد موسوس، ومن بعد شويه عفايس وخلاص الحكايه. ما كانش ما حشت الملي. ما حتكبر انت، راك تكبر الان، لكن لما انت المرحله تاع الشباب ديالك تبت الى الله وقضيتها في طاعه الله، وشنو الجزاء ديالك؟ سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. شاب نشأ في عبادة الله. المرحلة تاع الشباب هذيك المرحلة تاع القوة، مديتها لربي في المرحلة تاع القوة ديالك، ورجعت إلى الله وفتحت صفحة جديدة مع ربك. ولذلك أقول لكم إخوتي الشباب، المفتاح راهو في جيبك. قلنا الناس اللي مازال ما تناولتش، هاو الكلام ديالها، الناس اللي تناولت ليت تناول دوك المخدرات، انا قلنا باللي والله ما عندك حتى فايده ابدا. انت الان وانت راك في المخدرات، انت راك في المخدرات، تقدر بالك الالم تاعها، دير في بالك حاجه باللي والله لو كان دوك تتخلى على المخدرات دوك وتموت مت على حسن خاتمه. بصح يا شيخ انا يترتق مخك، خليه يترتق، يترتق قلبك خليه يترتق، والله غير تموت وانت على حسن خاتمه. علاش؟ شتا داك اللي قتل 100 نفس كاش مات؟ مات كان ناويتو، خلاص انت كنت ناويتو، تبت لله عز وجل مت. علاش مت؟ مت في سبيل الله، حبيت تولي لربي وصححت المسار ديالك، حتى الالم ديالك والله غير تؤجر عليه، لانه في طاعه الله، لانه الم تاع توبه، انت تبت الى الله تبارك وتعالى. اخر رساله، مازال الوقت شيخ. ايوا انا الشيخ الله يبارك، او لازم نسكت دوكا خلاص. ما شاء الله. اخر رساله راح نمدها لواحد العباد، نقدر نقول لك قد ما هما مدايرين الشر، قد ما نقول بلي والله غير مازال فيكم الخير، ونقول لكم بلي مازال فيكم الخير. وشنو هما؟ الناس اللي تبيع، الناس اللي تبيع المخدرات. نسقسيك سؤال ايها البائع للمخدرات، شوفوا نحكيوا على واحد الحاجه قبل ما نحكوا على البيع تاع المخدرات. شكون اللي يرزق؟ الله، ربي هو اللي يرزقك، الله عز وجل هو الذي يرزق عبده. شوف الله عز وجل جعل واحد الخاصيه تاع الحرام، علاش؟ باش يبان التقوى تاع الانسان. الحرام هذا الربح ديالو كبير وسريع، لما الربح ديالو كبير وسريع الانسان يتنفتن. صافي انت تقدر دوكا 100 كيلو تاع مخدرات تبيعها، تشريها انت، او نقولوا احنا كيلو تاع مخدرات تشريها انت ب 10 ملايين تربح فيه 100 مليون. بصح 100 كيلو بطاطا ولا غتربح فيها 700000، ما تربحش فيها بزاف. اذا انت راك مفتون. اذا بائع المخدرات سواء كان يبيع ولا ويخمم باش يبيع، يقول لك الربح سريع، نربح نرفد رفدات وبعد خلاص. السؤال المطروح نقول لك انا الان، هذا المال تاع المخدرات واش راك دير به؟
اكتم الدور الجوامع ماشي مقبول، صدقه ماشي مقبوله، راح تبيع الحج ماشي مقبول الحج ديالك، زيد راك توكل به ولادك الحرام توكلوا لولادك، واش راك دير به؟ اعطيني سؤال. لكن انا نعطيك واحد الحاجه فقط، اللي بالك الانسان هذا ما راهوش متفطن ليها، على بالك شنو؟ على بالك بلي انت يوم القيامه تقدر تجي يوم القيامه في الصحيفه ديالك واش كاين، انه انت راك قاتل 30 واحد وانتحر بسبتك 54 بنادم، وصارت عندك 25 قضيه زينه، وعندك 44 قضيه عقوق، واحد ضرب يماه والاخر ضرب باباه، وعندك 165 سرقه، بصح انا ما درتش هذوما، واش ما درتش هذوما؟ انت كنت سبب في هذوما، بصح انت ما قتلتش، والله غير راك قاتل 40 واحد، راك تبيع، بيع ورقد، روح ترقد ماشي مشكل، ربحت دراهم، روح تاكلهم، تاكل شوا، كل واش حبيت ماشي مشكل. بصح دير في بالك بلي تجي يوم القيامة تدخل في الدرك الأسفل من النار، علاش؟ أنا ما درتش حاجة كبيرة، باعتبرك كل حرام تصراش وأنت راك راقد، وهذاك السيد لو يتضارب دوك مع يماه، وهذاك اللي ضرب يماه، واللي سرق باباه، واللي لو يتضارب دوك مع جارو، واللي راهو يقتل، وهذاك لو ينتحر، وهذيك اللي مسكينة مسكينة، أي تبيع في الشرف ديالها على جلا دوز، هذيك اللي بسبتك أنت دخلت، والله غير كاع في الصحيفة ديالك يوم القيامة. بصح شنو نسقسيك شحال عندك وانت تبيع؟ عندي 10 سنين يا ربي. بصح كاش نبيع؟ توب الى الله، توب الى الله، قيسك التوبه، ايه افتحوا صفحه جديده، افتح صفحه جديده، والا والله الذي لا اله غيره ستلقى عذابا لا محاله في الدنيا قبل الاخره. شت في الدنيا قبل الاخره، لانه شتي ما كنا صغار او في المجتمع تاعنا يقول لك دعاوي الخير ودعاوي الشر، قيسوك دعاوي الشر، لانه هاد الام هذه لا تبكي اي تدعي عليك اي تقول روح ان شاء الله اللي كان سبا فيك كذا وكذا وكذا، روح انت تصور باللي كيما رانا قاعدين حكينا انه هاد الانسان دعا لك بالخير، كيما كاين الناس يدعي لك بالشر، فانت حاول انك تفتح صفحه جديده وربي يقبل التوبه، ما من تابع ودرت مشاكل وغلط، والله لله اشد فرحا بتوبه عبده من ذاك بناقته كما قلنا. ولذلك نختم بهذا الخير وهذا الفضل وهذا التفاؤل، أنه إن شاء الله يكون هذا المجلس مجلس إن شاء الله ربي يغفر لنا به الذنوب، ومجلس تتغير به حياتنا. الحكاية قعري في القرار، شو القرار؟ خذ قرار، شوف نحكمه مثال حب، نحكمه كاس على تاي، دلنا فيه السكر وبعد ذلك خليناه، دقناه لقيناه مر، زدنا ضرنا عليه لقيناه مر، خليناه شهر عاودنا ولينا لقيناه مر، واش درنا؟ واحد المره حكمنا بدينا نحركو فيه، دقناه لقيناه حلو، وانا راني نحس باللي بزاف اللي كان عندهم السكر انا حركناه لهم، باذن الله حتولوا حلوين وتتقربون من الله تبارك وتعالى وتفتحون صفحه جديده باذن الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وبارك الله فيك. جزا الله خيرا الشيخ محمد فيسي على هذه المحاضرة وعلى هذه الكلمات وعلى هذه النصائح الغالية التي احنا انا غير الله الحمد لله الله يكثر خير الله يبارك فيك جيت والله غير خصيت باش نشوف كرة الله يحفظك بارك الله الله يبارك فيك الله يحفظك الله يهنيك والله ما شاء الله بارك الله فيك امين الله يخليك والله ما شاء الله هنا درنا احنا نديروا هنايا يعني كان واحد الخير كبير سمحت خاطر الحومه هذه شويه مساكنه وشاف هذيك الطريق ومات وكان مصير الى الجنه. احنا هذا هو أمنية تاعنا، انكم كي احنا سمعنا اليوم نصيحه ناخذوا بالنصيحه هذه، فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسن، اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب، هكا يقول ربي سبحانه. الفائده ماشي كي تسمع برك، وانما الفائده كي تسمع وتعمل بالنصيحه. فنسال الله تبارك وتعالى ان يجزي الشيخ على هذه الكلمات ويجعلها في ميزان حسناته
موعدنا ان شاء الله تبارك وتعالى مع محاضره الغد مع الشيخ طه الضروي وهو حاضر معنا اليوم. تكلم شو تكلم شيخ مش معني كلمه تكلم. نعم تفضل. ها شيخ شي حاجه غير كلمه برخفيفه بركو. السلام عليكم ورحمه الله. اخواني الكرام، انا جيت نزور غدوه ان شاء الله، عندي كلمه باذن الله انا معكم ان شاء الله، وجيت على جلب باش نشوف المشايخ ربي يحفظهم ويشوف وجوهكم طيبه ان شاء الله، وغدوه باذن الله نديروا كلمه. ولكنني حبيت نشكركم باللي الحضور تاعكم هذايا، انا ما كنتش نستنى نشوف، الله يبارك ما شاء الله كان الناس حضور الله يبارك، وعلى بالي باللي الشيخ الله يبارك قال كلام مفيد جدا. احنا ماذا بينا هذا الشيء هذا عليها رانا نديروا فيه، ماذا بينا رانا احنا نخرجوا عند الناس، احنا رانا نجوا عند الناس، لانه كاين بزاف ناس يستحيوا ما يقدرش يجي المسجد، ما يقدرش يجي عندنا لانه راه يبيع مخدرات ولا يشرب في المخدرات، ولا كاين اللي ماهوش يصلي، وكاين اللي يصلي ومدبدب مسكين يصلي غير في الدار ما يروحش المسجد. فاحنا ماذا بينا احنا نتقربوا للناس باش الناس هذوك يشوفوا كلمه طيبه، اقسم بالله غير يولوا خير منا ان شاء الله، والله غير ما هذا الشيء ماشي بعيد على ربي عز وجل. كاين ناس هذه الايام اللي فاتوا تابوا ما شاء الله، جاوا عندنا البيت الله عز وجل، وعندهم شحال 4 شهور 5 شهور الله يبارك مشاو في حفظ القران الكريم، والديهم فرحوا وفرحوا على بالك، والديهم تنورت وجوه والديهم قبل ما تنور وجوههم هما. على بالك واحد كيتعاطى المخدرات يتعب الناس كامل اللي دايرين به، كامل الناس اللي دايرين به يتعبوا. انت كي ما تكونش تصلي برك ما تصليش، اللي قدامك كامل يتعبوا يعياو راك نحيت البركه من الدار، راك دخلت في وسطهم، شوف واحد دير لهم واحد الجو عيان شويه، ولا توكل العائله الحرام، ولا دير حاجه مش مليحه، ولا تكون تسرق، ولا تكون انسان تعاطى مخدرات، ولا تكون تشرب الخمر. هذو الناس اللي يكونوا بهذه الحاله هذيا راح يتعبوا المحيط نتاعهم كامل، عباك خطوط ولي تحشم، خوه ولي يحشم، باباه ويماه مساكن يتعبوا. عيطت لي واحد المراه عيطت لي السمانه هذه اللي فاتت، قالت لي اقسم بالله عندي وليدي تعاطى المخدرات، قالت لي هو انسان عاقل وداوه الناس هكذايا، قالت لي اقسم بالله ملي بدا يتعاطى المخدرات ما غمضتش عيني انايا. انا قلت في نفسي كي كوبات معايا هي، قلت انا في نفسي قلت شوف الانسان هذا والعياذ بالله شحال راهم تعب يماه، هي شحال سهرت عليك وشحال عيات على جالك، مع الاخر عبالك راح تكون انت السبب في الام تاعك هذيك مسكينه سيبوها الامراض، تبدا تمرض بالسكر ولا طونسيون وتقول لك مانيش مليحه. هذه المراه قالت لي اقسم بالله غير كنت لابس عليا من نهار وليدي وليت عطى المخدرات سكنوا فيا كامل الامراض، وزيد نقول لك واش يصرى ثاني على جالك، باباك ويماك يضربوا، يبدا هي تقول له انت المسؤول وانت اللي ضارب النح، وهو يقول لها على جالك انت، على جالك تنوض المشاكل في الدار، يعني تولي الامه كامل. بصح انت نهار توب على بالك راح تدخل النور لداركم، يفرحوا عبك يفرحوا فرح كبير جدا. فلهذا الانسان والله العظيم غير حنا شفنا الشعوب، شحال من شعب شفناه ما شفناش كيما الشباب الجزائري الطيب هذا، والله العظيم كيما يكون حاله انسان مليح. حنا شوفوا نطلبوا منكم حاجه يا اخواني الكرام، بالنسبه لغدوه ان شاء الله الحضور تاعكم هذا راه ما شاء الله الله يبارك فرحنا به بزاف، وهذا يدل على انكم انتم ناس تحبوا الخير. بصح نتمناو غدوه ان شاء الله كل واحد فيكم ياك، حنا نديروا جهد وان شاء الله ربي يتقبلوا، بصح انتم ديروا ثاني جهد، اشعروا بالمسؤوليه يا خويا، جيب معك واحد ولا زوج غدوه ان شاء الله، غدوه ان شاء الله قال جيب معك واحد يتعاطى المخدرات، خوك وليد عمك يا خويا، حتى وتكون عندك اخت تتعاطى جيبها حطها على جهه سمع، جيب اي واحد تعرفه باللي ماهوش مليح وراهو في طريق ماشي مليحه، جيبو قولو يا ودي روح نريح واحد سويعه نسرو هكذا ونسمعو، بالك ربي يهدينا ويصلح حالنا. جيب ارواح يا خويا، كي تجيو غير اهل المسجد واش الفايده؟ مليح نتذكروا ونتعلموا، حتى انتم ماكم تتعلموا كيفاش توصلوا الرساله، لانه كاين ناس يصلوا معنا في الجامع، كاين ناس الله يبارك ما شاء الله مدينين ومحاضرين معنا. هذوك الناس ارفض الكلام، ارفض الطريقه وارفض الكلام، الله يبارك الشيخ شتو كيفاش كان يتكلم بطريقه اي واحد يقدر يفهمك، ارفض على الشيخ الكلام والطريقه نتاعو وتعلموا كيفاش توصلوا الدعوه الى الله، رانا مسؤولين عند ربي سبحانه وتعالى. الامه هذه تحتاجنا، البلاد هذه تحتاجنا، والشباب يحتاجونا. والله غير كم من واحد يقول لي وراكم يقول لي، شحال من واحد يتعاطى المخدرات يقول لي وراكم. احنا نحسوا بالذنب، لازم أن نتقربوا للناس ونتكلموا معاهم. غدوه ان شاء الله يا اخواني الكرام، يا خويا جيب واحد معاك، جيب زوج، جيب ثلاثه، قد ما جبت مليح،
جيبهم قال اروح تحضرون سمعوا بالك ربي يقدرك هذه السبه تاع التوبه تاعك. واسال ربي سبحانه وتعالى ان يبارك في الجهود وجزاكم الله خير على الصبر ديالكم هذا ان شاء الله. وكما جمعنا الله في هذا المكان ان شاء الله ربي يجمعنا وياكم في الفردوس الاعلى والله اعلم والحمد لله رب العالمين. امين. جزاكم الله خيرا مشايخنا الكرام على هاته الكريمه وعلى هاته النصائح. ونحن ان شاء الله